المتسابق رقم 3 محمود أحمد نصر إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصال غير مبين فرق الله العظيم فقد ابتدن الشعراء والكتاب بالذهب لما لهم من بريق اللعنة لكن علمنا الجليل الدكتور مصطفى السيد نظر إلى الذهب نظرة أخرى نظر إليه على مستوى الذرات حتى أنه استطاع أن يستخدم ذرات الذهب في علاج مرض السرطان ضمن تقنية النانو تكنولوجي لكن بالبدء يجب أن نعرف ما هو السرطان وكيف تم استخدام الذهب في علاج السرطان ولماذا تم استخدام الذهب دون غيره من العناصر وما علاقة أشعة الليزر بهذا الاختراع السرطان هو مرض خلوي اي انه يصيب الخليه لحاله اشبه الى الجنون حيث ان الخليه السرطانيه تبدا في الانقسام بمعدلات اعلى من المعدلات الطبيعيه ذرات الذهب لها القدره على الالتصاق بخلايا الجسم المفصله دون طريقها من الخلايا العاديه وتصدر وميضه مما يسهل على الطبيب المعالج اسقاط شعاع من الليزر من خارج الجسم ليقوم بتفتيت هذه الذرات وما تحتها من خلايا سرطانيه فباعتبار ان هذه خليه الجسم عاديه وهذه خليه الجسم مصابة بالسرطان فإنه عند حقن ذرات الذهب في وريد الشخص المصاب بالسرطان فإن ذرات الذهب وباعتبار أن هذه وثيقة من الذهب ذرات الذهب تمر على جميع خلايا الجسم تاركة الخلايا العادية دون أن تلتصق بها ولكنها تحيط وتغلف الخلايا السرطانية وتصدر وميضة فيقوم الطبيب المعالج بإصدار شعاع من الليزر من خارج الجسم على مكان صدور هذا الوميض فتمتص ذرات الذهب قدرا من أشعة الليزر الساقطة عليها وتحولها إلى طاقة حرارية مما يؤدي إلى تفتت ذرات الذهب مدمرة ما تحتها من خلايا سرطانية. إن هذا الاستخدام أو إن هذه التكنولوجي تفيد أكثر في علاج الذهب غير تفيد أكثر من المواد الكيميائية المستخدمة حيث أن معظم المواد الكيميائية تسبب آثارا جانبية حيث أن معظم الأدوية الكيميائية لا تفرق بين الخلايا العادية والخلايا المسطحة لكن هذه التكنولوجي تعتمد فقط على خلايا الجسم المسطحة. أثبتت هذه التكنولوجي نجاح 100% في علاج سرطان الجلد عند الفئران وجري الآن إجراء هذه التجارب على الإنسان ويتوقع الدكتور مصطفى السيد أننا بعد 3 أعوام من الآن نستطيع بالفعل استخدام هذه التكنولوجي في علاج سرطان الجلد عند الإنسان. دمتم في رعاية الله.